وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج موائد رمضان، واليوم حلقتنا حتكون من مدينة فالكنبيري السويدية اللي بتقع بالجنوب السويدي. واليوم حتكون معنا ست إيمان معبدو وحتكون مرافقتنا بيوم رمضاني، نحن حنكون باستضافتها. أهلا وسهلا فيك ست إيمان. أهلا وسهلا فيك، رمضان كريم ينعاد عليك بالخير والصحة وعلى عائلتك كمان. شكرا لكم، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا بفالكنبيري، وأهلا وسهلا فيكم ضيوف عنا بخير، وتشرفنا في معرفتكم. شكرا كثير لك ست ايمان. اليوم شو ناوية تطبخي على فطور رمضان؟ انا دائما ما بقرر شو بدي اطبخ الا لما اجي على محل العربي اللي عندنا بفالكنبيري، هو عنده كل شيء بنطلبه، يعني بنلاقيه من خضار من لحم وفواكه. فلما باجي لهون وبشوف شو موجود وبناء عليها موجود بقرر اني اطبخ، بس حاطه في بالي اني اعمل كباب بانجان، يا ريت الاقي اغراض اللي بدي اياها. كباب بانجان، كباب بانجان بالحلبي. اذا ما لقيت ممكن بعود بشوف خيار ثاني ايش بلاقي اغراضه. طيب ست ايمان، انه ليش بتقصدي محل العربي؟ انه ليش ما بتروحي على محل السويدي؟ هل هو ارخص؟ هل هو اغلى؟ لا اغلى، متوفر. لا اغلى بكثير هو، بس ما متوفر كل طلباتنا. يعني هلا مثلا مثل اغراض الفتوش، النعناع، الفجل، البقله، هذا كله ما بتلاقي بمحلات السويدية. الخس البلدي تبعنا ممكن ما تلاقي، في كثير اشياء ممكن ما تلاقي. الملوخيه مثلا، اللحم اللي احنا بناكله لحم الحلال ما بنلاقي الا بمحل العربي، مع انه كثير غالي هو، بس ما في يعني خيار ثاني. ممكن بالعروض ناخذ فواكه، ناخذ اشياء ثانيه من المحلات لما تكون بالعروض. ما هو العربي بيعمل عروض؟ لا، محلات السويديه ناخذ اشياء تكون عليها عروض لانه تكون اغلى لسه، كمان المحل السويدي بيكون غالي. فتعودنا على محل عربي واقرب شيء لبيتي، يعني انا بدور على راحتي. حتى لو بالمصاري بدور على راحتي بالاخير. إيه تمام. هلا المحل العربي، انت في حال احتجتي شغله وما كانت موجوده عنده، فهل بتوصي عليه وبيجيب لك، بيكون بيأمن لك اياها؟ بيأمن اي شيء بدك اياه، بيأمن لك اياه اي شيء بدنا اياه من مأكولات العربيه، بيأمن لنا اياه كل شيء. بيجيب محل ممتاز، يعني ما عليه، ما وحاجنا لشيء. رغم قلت لك وارجع اقول انه هو غالي، بس ما في خيار اخر. طيب برمضان كيف عم بتوفر حاجات سفره رمضان؟ مائده رمضان، كله، المشروبات الرمضانيه، كله موجود، كل شيء عنده، كل شيء عنده، من التمر الهندي، ما عنده من الامر الدين، كل متطلباتنا، هذول المشروبات الاساسيه اللي نحن بنعملها كله موجود عنده. العرق السوس هذا دائما موجود، بس هذا بتعمليه انت بالبيت، وانا ما بعمل هالاشياء هي، يعني بصراحه يعني بالمشروبات. ليه ما بتعمليه؟ انه صعبه بتصير ايش؟ بدها شغل، بدها شغل، وبدها واحد يعرف، خاصه السوس ما بحبه، عرفتي ايش اللي ما بحبه؟ فاهم شيء الفتوش بوجبه الرئيسيه برمضان، الشوربه اهم اشياء، يعني شوربه عدس مثلا، عدس ولا شوربه خضار، ممكن مره شوربه عدس مره شوربه خضار، خضار الموجود بالخضار بتحطي فيها، او شوربه العدس. هلا اليوم حدا بوقف شوربه الخضار بطريقتي. يعطيك العافيه. شكرا. معناتها نحن بنفوت عند محل العربي بنشوف شو انت حتتسوقي. شكرا لكم، اهلا وسهلا فيكم. شكرا. شكرا لكم. اجي على المحل فمعزوم اشياء طافه بتطلع من جوا، ما بحضر اي خضره. انا بتعرفوا انتوا ببلادنا متعودين دائما على الخضره الطيبه، وتكون بننتقي شيء كثير كثير ممتاز. دائما الحلبيه بحبوها، بتقللوا كل شيء. اهلا ام عبدو، كل عام وانت بخير، كيفك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله انك بخير. الحمد لله رب العالمين. شلون العيال؟ طمنيني عنهم. بخير الحمد لله. شلون رمضان معكم؟ تمام، في منه الحمد لله. والله حلو. ان شاء الله مع رمضان. والله عم تعرفي صيام طويل الحمد لله، بس عم يعدي. والله عم يعدي في هيك شوي، بتعرفي عم يعدي لاني بروده الحمد لله، ما في شوب. هو الكويس انه ما فيه شوب. وعندنا توم، ما لقيت لاني اغراض الكباب باذنجان ما لقيت لحمه، ما عنده لحمه. اذا جبت فروج لاسوي ملوخيه، ايش اسوي لكم؟
كيفكم؟ الحمد لله. شلونك انت؟ الحمد لله. شلون رمضان؟ شكرا. كم تفكروا؟ الساعة 8. صرنا ببيت الست إيمان بعد ما خلصت التسوق من المحل العربي. ست إيمان خبرينا شو جبتي من المحل العربي لطبخة الفطور اليوم؟ كان بودي والله أعملكم الأكل الحلبي الأحي مثل ما بنقول نحن. رحت لأجيب الأغراض بس ما لقيت أغراضي المطلوبة دائما ما شاء الله. هلا رمضان ويعني كله عم ينشال بسرعة، بجيب الخضرة بتنشال، بجيب الفواكه بتنشال، فكنا نعمل كباب باذنجان ما لقينا اغراضها، فقلبنا الطبخه على ملوخيه برز ان شاء الله رح نعملها سوا، وحتكونوا ضيوفنا ان شاء الله اليوم. واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه ونورتوا بيتي. شكرا كثير لك. شكرا لك. هلا بدنا ننتقل لعندك ليلى. ليلى انت مثل ما عرفت انه بالمدرسه، اول شيء تخبرينا شو عمرك، شو عم تدرسي، شو عم تعملي بالسويد؟ عمري 14 سنه، بدرس صف 7 بالمدرسه السويديه، وجينا على السويد وبلشت اول شيء لغه. طبعا مسكت اللغة شوي، بلشت تاني شي مع صفي يعني انه اخذ المواد العلمية وهيك معهم، والحمد لله ماشي الحال بالمدرسة. كمان ليلى تخبرينا شو هي الصعوبات اللي عم تعترضك بالسويد بخلال شهر رمضان؟ هل عم تعاني من مشاكل كونك بتداومي بالمدرسة بتلتقي بسويديين؟ هلا الصعوبة الوحيدة بس انه الوقت كتير طويل، الواحد بالمدرسة بشوف رفقاته السويديين يعني عم بروحوا بياكلوا وهيك بيشربوا، فالواحد بيشتهي يعني. بس والصعوبة الثانية كمان انه الواحد بيتعب بالمدرسة يعني دراسة كمان والرياضة هيك، فأكتر شيء الوقت الطويل هو المزعج. هل انه السويديين عم بيكون عندهم رد فعل تجاه الناس الصايمة؟ هل عم بيتقبلوا فكرة انه في ناس صايمة؟ صار عندهم فكرة تجاه هذا الموضوع ولا لا؟ هو ايه شوي، لانه صار في كتير عرب ومسلمين بالسويد، فصار عندهم فكرة عامة انه العرب بيصوموا، المسلمين عفوا بيصوموا من الفجر للمغرب، فما صارت صعوبة انه عاد اشرح لهم ليش دائما، فصار عندهم فكرة عامة وصار شيء سهل واحسن لنا. موجود هذا المشروب الخاص عندنا بحلب. وهلا معنا مينا، هي بتكون بنتها الثانيه للست ايمان. مينا اهلا وسهلا فيك ورمضان كريم، وشكرا كمان على استضافتكم لنا ببيتكم. والله نحن بنشكركم على جهودكم. شكرا لك مينا. هلا بدنا نحكي اليوم شو عم تعملي، شو عم تحضري، شو عم تفرمي؟ عم بعمل نوع يعني هو سلطه بس خاصه برمضان لها فتوش نحن، وهي عباره عن سلطه مثل باقي السلطات بس بنحط لها زياده ثوم وخبز مأمر. ويمكن رمان، ما رمان ايه في ناس بس يمكن الرمان نحن ما حصلنا بالعربي. تمام. هلا مينا بدي اسالك، هلا كونكم قلن لكم شيء 3 سنين وشوي بالسويد، شو الشيء اللي صار لكم يعني شيء 3 رمضانات، شو الشيء اللي بتحسيه لحد الان مفقود برمضان بالسويد وكنتي ملامستيه قبل وهلا ما عاد موجود، شو هو الشيء اللي فقدتي له؟ هلا باعتبار انه الصيام هون بالسويد طويل كثير ووقت الليل كثير قليل، فمن الصعب كثير انك تلزمي حدا تقولي له تفضل عندي على الافطار وتصير لمه، ومو مستحيل بس صعب انه ممكن ما يرجع على بيته خصوصا اذا في دوام وكذا، ما يرجع على بيته ل 12 وحده بالليل. كمان الناس كلها ما عم تكون مقيمه بنفس البلد يمكن. وهي كمان المسافات يعني. تمام. ابسط مثلا في ناس حواليك بنفس المدينه بس مثلا الناس اللي بدك اياهم تعرفيهم يمكن قريبينك اقل شيء ساعتين ثلاثه بعاد عنك، فكيف بدك تقولي له تفضل عندي؟ يعني اجباري بده ينام مثلا، ينام عندك مثلا او يكون صعب يعني انه ينام او انه يجي. فاكثر شيء بصراحه انا بفتقده هو لمه رمضان،
عند الافطار، لمه العيله، سكبه الجيران. احنا كنا وقت اللي خلص حطينا السفره، وقت اللي يقدن يندق الباب تلاقي سوينا سفره تانية بس من السكب، عرفتي؟ من السكب، يعني سكب الجيران والقرايبين وهيك. هذا الشيء مو موجود هون للاسف. تماما. طيب هل في اجواء عم يخلقوها مثلا السوريين او العرب ببلدان اللجوء؟ يعني هل في جو رمضان موجود انه بتلاقي الامر الدين، التمر الهندي، المعروك، هل عم ينوجدوا بالسويد مثلا؟ في محاولات متواضعه بحسن اسميها، خصوصا بالمحلات العربيه، انه يجيبوا يعني الاشياء، بس بتضل مصدره وقاعد مثلا على الطريق، يعني مو مثل الفريش، مو مثل الشيء مثلا عرق السوس اللي بالشارع او التمر الهندي اللي بيسكب لك اياه، يعني مو مثل ابدا. بس في محاولات متواضعه، وانا برايي يعني بما انه نحن السوريين لساتنا تقريبا جداد 4-5 سنين، ما لحقنا لسه نعطي هي البصمه. في كمان محاولات بالمساجد، الافطارات الجماعيه، صحيح. كمان هي كثير معروفه بشهر رمضان، كثير من الناس يعني حتى ان كان بحاجه او لا بيحبوا جو اللمه، الجمعه، الالفه اللي عم تنخلق بالجوامع، بيفطروا كلهم مع بعضهم، بيصلوا التراويح، هي عم تكون بس موجودة. كمان نرجع لموضوع الوقت، انه واحد يعني يا دوب بياكلوا، ما في حتى مجال نقوم يعني نطلع على السفره ندردش مع بعض، تلاقي صارت التراويح وخلص كل واحد على بيته، بكره كل واحد عنده شغله وكذا. نرجع لموضوع الوقت والصيام الوقت الطويل. هاي الملوخية هلا هيك عمال نخلصها ان شاء الله نحمصها، وهي هون الدجاج عم نسلقه على طنجرة الضغط، اختصار للوقت كمان عنا. بيخلص الدجاج بنحط مية الدجاج بنطبخ الملوخية ان شاء الله، بالطرف الثاني بنطبخ الرز مع الأذان ان شاء الله، وقبل الأذان بيكون كله خالص. هلا طلعنا مع الست ايمان على الجنينه لحتى انه ندردش شوي على بينا ما تستوى الطبخه. هلا هي معلقه عليها على النار. هلا ست ايمان، خبرتيني قبل شوي انه بتقدمي مساعدات لجيران، لاصدقاء، بطبخات حلبيه شهيره، فبرايك شو هو سبب الاقبال على هي الطبخات؟ والله انا بالنسبه لي ما بدي احكي عن حالي، اني انا شقد كريمه وعملت موائد كثير حلبيه، وانا لي زمان طالعه من سوريا زمن طويل كثير، بس ما تنازلت عن المطبخ الحلبي ولا بشكل من الاشكال. طبخاتي العريقه الحلبيه، الكبه اساس الشيء، الدراويش يعني الكبه المقليه، الكبه المشويه، الكبه بسفرجاليه، السمائيه، المحاشي بانواعها، برغل، برز، الاكلات الحلبيه العريقه، يعني لازم تكون على اصولها كلها، هاد ما تنازلت عنه نهائيا. وانا الحمد لله رب العالمين بحب الناس، وين ما رحت فلازم ادعي الناس لعندي، اي جنسيه كانت، ما بتفرق معي والله انه بس حلبيه، لا انا عاشرت من كل محافظات سوريا، انا عاشرت من برا سوريا ناس، يعني قابلت ناس من برا سوريا، سوري عرب. طيب اللي عم يطلبوا منك هذا الشيء، اصدقائك او المعارف او جيرانك، من اي جنسيات عم بيكونوا؟ هل هن والله هون في نسبه لبنانيين بفلكنبيري كثير كبيره، وفاتحين اكثر من محل بيتزا، هن مشهورين بالبيتزا بفلكنبيري. فلما انا قدمت لهم طبق الكبه المقليه، فهذا كان عندهم شيء لقوه مثل بدي اقول لك اذا واحد ضايع ولا يعني ضايعه ولقيت الشغله بدك اياها. ف او الكبه المقليه الحلبيه، اي الكبه المقليه الحلبيه. فانا لما دوقتهم اياها، انا عملت ودوقتهم، اخذت لهم، وانا هذا هدف الي، انا عم بدور على ابحث اني شغل في مطبخ، انه يكون لي مطبخ حلبي. انه شو هو طموحي ايمان؟ أيوة. معبده شو هو طموحي اني يكون بالمستقبل لي مطبخ حلبي، هيك اسميه مطبخ ام عبد الحلبي بالعريض هيك بكل فخر يعني، وانا فخوره بهذا الشيء يعني الحمد لله. صفيان شوية وقت وبيقدن المغرب هون بسويد، وهلا ست ايمان حتقوم تشق على الطبخه، ومشاهدينا بتمنى لكم صيام مقبول وافطار شهي. خلونا نرجع على المطبخ.
لحظات قليلة بتفصلنا عن أدان المغرب هون بالسويد. حابين نتشكر ست إيمان على ضيافتها لنا، شكرا كثير لك ورمضان كريم عليكي وعلى عيلتك. أهلا وسهلا فيكم، نورتوني كلياتكم، تفضلوا على المائدة صارت جاهزة. واهلا وسهلا بابني عبد الرحمن اجى من الشغل وصديقه اجى معكم، يعني هلا زادنا انضموا لنا لسفرتنا زادوا. وتفضلوا لاني الاذان الله اكبر ما بقى الا يقوله الله اكبر. تفضلوا. هلا معنا عبد الرحمن، هو ابنه لست ايمان، انضم لنا من شوي لسفره الفطور. اهلا وسهلا فيك عبد الرحمن، خبرني وينك لهلا، ليه تعوقت على الفطور؟ ممكن اقول اهلا بكم في السويد، هو هذا نظام السويد، تطلع من الصبح للمساء. الحمد لله كنت بالمدرسه الصبح من 8 لل 4، بعدين بيبدا دوامي الليلي شغل من 4 لل 10 بالليل، بس لحقت اهرب شوي قبل مش انا لحق الافطار. بسبب انه انت عندك مدرسه الصباح وبعد الظهر عندك شغل. طيب بالسويد ما في قانون مثلا بيخليك انه تنصرف على بكير او بيراعي انه انت صايم؟ لا بالعكس، بينظروا لنا باستغراب، يعني انه طب ليش الواحد لا ياكل؟ ليش الواحد لا ما ياكل؟ ليش الواحد لا تضل طول النهار بدون مي؟ المي هيك بتاثر انت على جسمك، يعني بصير بيعطوا انتقادات كثير كثير. احيانا الواحد بيخلص منها، احيانا بيطنش، احيانا بتضايق، يعني خاصه بعد فتره صيام 20 ساعه. هل في عم تواجه صعوبات بالصيام بالسويد؟ واذا كان في صعوبات شو هي؟ هو موضوع اراده، يعني اذا واحد اراد انه يصوم فبيصوم. يعني انا بالنسبه لي في احيان بيعدي ايام شوب، يعني واحد بيعطش خاصه اخر فتره اخر وقت، يعني اكل الحمد لله، يعني الحمد لله، يعني وكمان بيجوع شوي الواحد، بس مو هالمشكلة الكبيرة، يعني مع انه الوقت طويل، يعني ممكن نوصل ل 20-21 ساعة. شو السبب انه انت ما كتير بتحس بجوع؟ يعني على في كتير من الناس بيقولوا لك لا انه بيمرق شي كذا وجبة لبين ما يصير وقت الفطور، فانه ليه انت ما عم تحس كتير بجوع؟ نعم، اذا واحد بضل شاغل نفسه بامور اخرى، يعني ممكن يعني يلهي نفسه عن الاكل وما يقعد يفكر فيه. انا بالنسبه لي الدراسه وطول النهار بالمدرسه ومع الناس، وبعدين بتطلع بتصير تشتغل واحد، ففكره ما بقعد بالاكل، بقعد بامور اخرى، فبلتهي عن انه يقعد يفكر شو بدي اكل، شو بدي اشرب، شو بدي اكل. قضينا يوم رمضاني مميز برفقة الست إيمان وعيلتها، لنفرجيكم فيها الأجواء الرمضانية اللي بتعيشها الأسر السورية في السويد. رمضان كريم.